الخطاب الملكي هو خريطة الطريق بالنسبة للتحديات اللي كتعرفها بلادنا على المستوى التنمية المدمجة أو التنمية المندمجة. فطبعا كانت رسائل مهمة للحكومة ولا البرلمان على مستوى مراجعة النموذج التنموي لبلادنا حتى يتم إدماج فئات عريضة من المجتمع وخاصة منهم الشباب. كذلك على مستوى تحمل المسؤولية بالنسبة اللي هما على رأس الإدارة العمومية بالطبع، وبالتالي يعني المحاسبة، محاسبة المسؤولين على كل الاختلالات اللي من شأنها أنها تعوق النموذج التنموي.